هي ذاكر في الشغلة تخص السياسة وبكت على أبو عوجة قال له ترى قصدك، قال له أريدك تجيب لي. جابوا نزار علوان عدي قاعد يحكي، قال له نزار علوان ذاك، قال له إيه، قال له كنا بالمسرحية اللي يعني تقصد بيها السلطة والثرية، يعني شنو الغرض من ذلك انه انت تذكر السيد الوالد؟ هو ما من الخوف ما افتهم عليه، قال له انا ما افتهمت عليك، كان يقول على بعاجة، قام صيح عدي بكته كسر القلاصات وحتى ضرب الصورة مال ابو بوكس كانت وراه بالمكتب، ضرب ابو بوكس رأسا غطاه الصورة، قال له غلس لا توصل للرئيس وزينة صفر. طبيت انا كان يقول له دخلك ترى تعصبت وضيبت السؤالات، واحد يقول لابوي عود يتعصب وكسر سويته، كان من ورا نزال علوان ترى اليوم بجوجه افلشن، حطوا نزار علوان خطيئة لحد الان اتذكر كان بعده شاب، بوقتها كان عود لابس قاط جوزي مخطط بابيض، ونزار علوان خطيئة جاء لابس بطرون كابوي ومكرم سامع وبوتين رياضي، جابوه بسوبر مارونية لحد الآن أتذكر، كان يقول له هذا لازم أودي سينما وعلمه شلون يحكي ويا الناس اللي أكبر من عنده مستوى. قلت له ما افتهم عليك هو يعني، وبالباب على أبو عوجة يحذره، قال له لا تبوس عدي لأن أنت بالباب من تجي يحذرك يقول لك لا تبوسه لا تسلم عليه من بعيد احكي وياه، تفتهم ما تفتهم لازم تجاوبه، لازم تحط ذانك يمه لين هو عنده رتله شويه مو كل واحد يفتهمه الا ما يعاشره. نزار علوان ممثل كوميدي قال لك خلي اسويها وياه بالضحك سوالي انا ما فهمتك بس يلا ما يخالف، قال اليوم شايبك ازينه ولك نزار، نزار فلش بشوكه وحط